الجمهور الرياضي الكبير، طيب الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الملعب، معي أنا أيمن الفقيه، والتي نطوف فيها على أبرز الأحداث المحلية والدولية. مشاهدين في هذه الحلقة وتحديدا في المهرة، حيث تتواصل مباريات دوري الفقيد السنح زعبنوت والتي ينظمها نادي شحن بالمحافظة. وفي أبين مشاهدين، انطلقت البطولة الرياضية لمدارس المنطقة الوسطى، والمدير العام لمكتب الشباب الرياضة يلتقي برؤساء فروع الاتحادات الرياضية في المحافظة. أما في دوري أبطال أوروبا، تشيلسي انتصر على ليل، وفياريال فرض التعادل على يوفنتوس، مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد اكتفيا بالتعادل. كل هذا وأكثر نتابعه اليوم في الملعب، تفضلوا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد. البداية من المهرة وتحديدا من دوري الشيخ السنح زعبنوت، حيث تمكن فريق هروت من التغلب على فريق الإسكان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم على ملعب مخبال بالغيظة. ويدين هروت بهذا الفوز إلى لاعبه محمد شعبان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في شوط المباراة الثاني. فوز جعل فريق هروت يحقق أول 3 نقاط له في البطولة، بينما فشل الإسكان في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى. وفي مباراة أخرى تغلب فريق شباب فوجئت بهدف وحيد على فريق جمارك شحن. الجدير بالذكر مشاهدينا أن البطولة ينظمها نادي شحن الرياضي وبدعم من السلطة المحلية في المديرية. نحمد الله على هذه النتيجة الطيبة، ما شاء الله فريقنا يقدم أداء جيد لله الحمد. الحمد لله استعداداتنا ما راحت على الفاضي، ما شاء الله الشباب استعدوا قد ما يمكن شهر واكثر على الاستعداد، وما شاء الله ونقول لهم الف مبروك لشباب فريق هروت، ونقول الهارد لك فريق الاسكان، قدموا صراحه مباراه جيده وربما الحظ لم يحالفهم في بعض الفرص، والحمد لله على كل حال. وهذا معنا ان شاء الله فريق هروت نطمح، لا نفكر بهذا الدور الاول، بل نفكر ان شاء الله بالنهائي والى البطوله باذن الله. والله كنا نطمح للفوز، لكن ربك ما اراد، والكره غالب ومغلوب، لذلك ان شاء الله نحقق في الدوري الاخر ان شاء الله باذن الله. ونبقى في المهرة مشاهدينا في اولى مباريات دوري النصف النهائي للناشئين في الدوري التنشيطي لابطال الغيظة. تغلب فريق الزلزال على شقيقه فريق التحالف بهدف دون رد على ملعب الحديقة. اللاعب احمد بن حروف كان صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة. وفي فئة الكبار لنفس البطولة تغلب فريق الأنصار على فريق الشرارة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من البطولة. حقق نادي خيبل اليمني فوزا مستحقا على نادي سنجل الفلسطيني بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة العربية 40 لكرة الطائرة والمقامة في تونس. خيبل المهري قدم مباراة كبيرة وعروض رائعة في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، وتمكن من حسم النتيجة لمصلحته. الشوط الأول من اللقاء انتهى بواقع 25 نقطة مقابل 23، وعاد خيبل ليحسم الشوط الثاني بنفس النتيجة. وشهد شوط اللقاء الثالث ندية من قبل الفريق الفلسطيني، إلا أن خيبل استطاع فرض أسلوبه والفوز فيه بنتيجة بلغت 27 نقطة مقابل 25 نقطة. بهذا الفوز مشاهدينا ينهي فريق الكرة الطائرة لنادي خيبل المهري مباراته الثلاث الأولى في البطولة العربية 40 بفوز وحيد وخسارتين، ليدخل بذلك في المنافسة على تحديد المراكز من 19 من أصل 18 فريقا مشاركا في البطولة. وفي ختام المباراة تقدمت بعثة نادي خيبل الرياضي بيزيد الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة على وقوفه ودعمه السخي للقطاع الرياضي ومتابعته المستمرة للبعثة وتذليل مجمل الصعوبات.
إلى عدن مشاهدينا، حيث اختتمت على الصالة المغلقة منافسات البطولة الرياضية المدرسية لطالبات منتخبات مديريات المحافظة في ألعاب كرة الطائرة والطاولة والشطرنج، بالإضافة إلى ألعاب القوى. وشهدت البطولة تنافسا بين طالبات مدارس مديريات العاصمة المؤقتة عدن، والتي تهدف إلى تطوير واستمرارية الرياضة المدرسية في كرة الطاولة. مشاهدينا، تمكنت لاعبات مديرية دار سعد من حصد كأس البطولة بعد تفوقهن على لاعبات مديرية المنصورة. وفي كرة الطائرة أثبتت أيضا لاعبات مديرية دار سعد تفوقهن وتوجن بالمركز الأول. 5 ذهبيات وفضية وبرونزية، كانت هذه الميداليات كافية لحصد المركز الأول في ألعاب القوى بالنسبة لفتيات مديرية دار سعد، بينما حصدنا لاعبات مديرية الشيخ عثمان المركز الثاني بعد أن جمعنا 2 ذهبية و3 فضيات بالإضافة إلى برونزيتين. كما جرى تكريم مديرية التواهي بكأس المركز الأول في بطولة الشطرنج بعد تتويجه بطلا بنيله 16 نقطة وبفارق كسر التعادل على منتخب مديرية دار سعد، والذي حل بالمركز الثاني. كما أقيمت مشاهدينا في عدن بطولة مصارعة الذراعين في الأوزان من 60 كيلو جراما وحتى وزن 100 كيلو جرام، والتي تستهدف عددا من شباب المحافظة بهدف زيادة عدد لاعبين اللعبة وتوسعه وانتشاره. تمكن عبد الله من حصد المركز الأول في وزن 60 كيلو، وحصل البطل إبراهيم العميري على المركز الأول في وزن 70 كيلو. وفي وزن 80 كيلو تمكن أحمد منصور من الظفر بالمركز الأول فيه، وتمكن اللاعبان أحمد باسلمة ورمزي بلال من الظفر بالمركز الأول في أوزان 90 كيلو جراما وأكثر من 100 كيلو جرام. هذا وقد حضر البطولة عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية على مستوى المحافظة. مشاهدينا، انطلقت النسخة الأولى من البطولة الرياضية لمدارس المنطقة الوسطى بأبين على ملعب الناصر الرياضي بمنطقة عزان، برامج هادفة تعمل على تأهيل وإعداد وصقل المواهب المدرسية بالمحافظة. المزيد في سياق التقرير التالي. انطلقت النسخة الأولى من البطولة الرياضية لمدارس المنطقة الوسطى بأبين على ملعب الناصر الرياضي بمنطقة عزان، وفي حفل افتتاح البطولة حضرت شخصيات اجتماعية وتربوية ورياضية، حيث تخلل الحفل فقرات كرنفالية وعروض مدرسية نالت من استحسان الحاضرين. كما وشهد الملعب مباراة الافتتاحية للبطولة، والتي جمعت بين مدرستي عزان للتعليم الأساسي ومدرسة علي محمد. نحن اليوم في أولى المباريات الدوري المدرسي للمنطقة الوسطى الوضيع مودية لودر. هذه الدعوم والتي لها مردود إيجابي في تربية الأطفال، في تربية النشء، في أعطاء يعني روح المشاركة ما بين الطلاب وما بين المدارس وكذلك المديريات. وتضم البطولة مدارس من مديريات مودية ولودر والوضيع ضمن الأنشطة الرياضية الثقافية التي تقام سنويا. اليوم بدأ افتتاح الدوري المدارس المنطقة الوسطى مديريات لودر الوضيع مودية، ونشكر الداعمين لهذه الدورة التنشيطية التي من خلالها سوف يتطور هذا النشئ ويكون له مستقبل بإذن الله. هذه المنطقة حرمت كثيرا مثل هذه البطولات والفعاليات الرياضية، ولكن اليوم الحمد لله بفضل الداعمين نحن اليوم نفتتح هذه البطولة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. وتعد الرياضة المدرسية هي أحد أهم الأنشطة التي يقبل عليها الطلبة، ولا تزال تحظى بمكانة كبيرة في نفوسهم، إذ أن الأنشطة الرياضية تعد عاملا أساسيا في تكوين الشخصية المتكاملة للطلبة عبر البرامج الهادفة التي تعمل على تأهيل وإعداد ومعالجة سلوكياتهم. لبرنامج أسبوع البلد، حيدر أحمد، محافظة أبين.
مشاهدينا، وفي أبين أيضا حيث حصد فريق باشا حارة كأس الذكرى السنوية السابعة لرحيل الفقيد. فخر سعيد لاعب الزمن الجميل لفريق حسان لفئة الشباب بعد تغلبه على منافسه فريق الصرح بضربات الحظ الترجيحية إثر تعادلهما الإيجابي بهدفين لكل منهما. المواجهة الكروية التي احتضن وقائعها ملعب البلدية الترابية التابع لنادي حسان الرياضي تميزت بحضور جماهيري كبير يليق بقيمة الحدث ومكانة الفقيد، حيث ظل التعادل الإيجابي سمة حاضرة في الأوقات الأصلية للقاء ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت في الأخير لفريق باشا حارة بثلاثة أهداف دون رد. وفي نهاية المباراة قام كبار الضيوف بتسليم كأس البطولة لفريق باشا حارة وكأس الوصيف لفريق الصرح، بينما حصل اللاعب فهمي هاني على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وتوج محمد إبراهيم بأفضل حارس في البطولة. التقى الكابتن أحمد الراعي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة في محافظة أبين برؤساء فروع الاتحادات الرياضية في المحافظة، وذلك لمناقشة تفعيل الأنشطة والوقوف على قوائم الاتحادات الرياضية. وأثنى الراعي على تلبية دعوة الحضور، مبينا أن الاتحادات هي أساس النشاط الرياضي في المحافظة، وأنه يجب عليهم تفعيل النشاط لكل اتحاد وفق برنامج مزمن حسب المتاح. وبدورهم قدم رؤساء الاتحادات الرياضية العديد من المداخلات عن الصعوبات والعراقيل التي تعترض نشاط عملهم، وأهمها تجاهل الاتحادات العامة وعدم إنزال البرامج المركزية بصورة متواصلة وشحة الإمكانيات المالية وعدم توفر المعدات الخاصة بالألعاب لجميع الاتحادات وعدم الاستجابة كذلك لتفعيل الرياضة النسوية في المدارس والتباعد الجغرافي للمديريات. وخرج مشاهدين اللقاء بنقاط كان أهمها تفعيل نشاط جميع الاتحادات الرياضية ورفع خطة نشاط لكل اتحاد خلال الفترة القادمة مع التصور المالي الخاص به، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على المسابقات المركزية بشكل كلي والبحث عن مصادر وجهات داعمة أخرى لإقامة الفعاليات والأنشطة. وفي مدينة المكلا حيث أقيمت الدورة التأهيلية الثالثة للمسعفين الطبيين الرياضيين بمشاركة 35 مسعفا رياضيا من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، والتي نظمت برعاية وزارة الشباب والرياضة. وشهدت الدورة المكثفة والتي أقيمت ليوم واحد على فترتين صباحية ومسائية العديد من المحاضرات والتطبيقات العملية حول مبادئ الإسعافات الأولية الرياضية والإنعاش القلبي الرئوي والإصابات الشائعة والكسور وحالات الإغماء والصرع والتشنجات. وساهمت هذه الدورة في بروز العديد من الوجوه الشابة في مجال الطب الرياضي وتأهيل الكوادر الطبية المتواجدة بالميدان وأكسابهم العديد من المهارات والمعارف. اقترب وحدة صنعاء من التتويج بلقب بطولة كرة القدم في الملتقى الشتوي الخامس بعد فوزه على الشرطة بهدف دون رد في افتتاح منافسات الأسبوع الخامس من البطولة. ورغم انتهاء شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بين الفريقان، لأن نجم الوحدة عبد المجيد صبارة فك شفرة المباراة بتسجيله للهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 55، ورفع الوحدة بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 15، وبات بحاجة لفوز واحد فقط من مباراتين من أجل التتويج باللقب. أما الشرطة فبقي في مركزه الرابع بخمس نقاط. هذا وتتواصل مباريات الأسبوع الخامس اليوم بلقاء الأهلي و22 مايو، وتستمر الجمعة بمواجهة العروبة واليرموك على أن تختتم بمباراة شعب صنعاء وآزال. وبهذا مشاهدينا نكون وإياكم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لهذا الأسبوع من الملعب، على أمل أن ألقاكم في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي أنا أيمن الفقي ومن الإعداد كمال لبارة. دمتم بخير، في أمان الله.